حقق نادي سردم فوزا مستحقا على نادي جودي وغلبه بهدفين دون مقابل في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري إقليم الجزيرة بكرة القدم. ونجح يلماز بهاء في افتتاح النتيجة لسردم بتسجيل الهدف الأول، ثم أضاف عيسى العللي الهدف الثاني لنادي سردم. ولم تنجح محاولات لاعبي جودي في العودة للمباراة التي انتهت بفوز سردم ليرفع رصيده ل 17 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الأسايش المتصدر الذي تغلب بدوري على الصناديد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تجمد رصيد جودي عند 6 نقاط ليتراجع للمركز العاشر. وكانت الجولة قد شهدت فوز برخودان على سريكانيي وواشوكاني على قامشو وعمال الجزيرة على خبات.